السلام عليكم أستاذ خيار زيد محامي بأي طالبة. شكرا مغارب نيوز في شخص يوسف، الله كنذكرهم من هذا المنبر، كنشكرك معاه وكنقول وكنعاود وكنعاود بان علاش حنا كنخرجوا الصحافه، لان الملفات كلها هذه جوج من الملفات الخطيره جدا اللي كتبقى تدور في المحكمه، بحال مثلا هذا الملف من 2016 ليومنا هذا، كيفاش حنا ما غنهضروش مع الصحافه وحنا كنلقاو تمويهات؟ اذا الصحافه سلطه رابعه خاصه ضروري نوصلوا لها. من هذا المنبر انا كيشرفني شرف كبير باش نوب على هذه الام المكلومه اللي قالت لي ان كتقول دابا بان ماشي قتلوا ولدي، راه قتلوا نساءنا فعلا، من قتل نفسا بغير حق كانما قتل الناس جميعا، هذا راه ماشي قتلوا ولدها ولا قتلوها، هذا قتلوا البشر كامل، هذا الشيء راه قتل عمد اللي هو خطير. كيفاش هاد الدراري بقاو جدودين على اساس وفاه؟ اذا وفاه راه ماشي وفاه، راه قتل. هذا هو الميت باش شحال النهار الاول من الشرطه القضائيه ديال بن سليمان على هاد المعطيات اللي ما بينوش فيها، ما عطاو لا تشريح ديال الولد، ما قالوش لنا بان القتل. كيفاش تصدتوا مباشرة الجنايات؟ يعني أن هناك قتل، لأن هذا المحضر ديال الضابطة القضائية بان لي بأن في تمويهات اللي خاصة نناقشوها، وعلى هذا الأساس حنا ملي كنبقاو واحدين في المحكمة ما كاين شي شكايات كتحطها اليوم كتحرك غدا، كاين شي شكايات من 2016 اللي هي 15 عام 20 عام عمرها ما تحركات، إذا حنا أش غنديروا؟ إذا خاصنا نخرجوا للصحافة، دابا خاصني نعاود لكم ملف ديال هذا الدري اللي هو دري هاد امين اللي هو واحد الدري في ريعان الشباب ديالو، خرج من دارهم لانه صغير في دارهم كيخدم مع الوالد ديالو، لا نازي دري مربي ولد عائله محترمه، ها انتم كيفاش تشوفوا الام ديالو، انا شفت العائله ديالو والاب ديالو كلهم خوتو شفتهم بان الدري نقي وكيخدم وخالوق. اذا به كيقول للوالده ديالو بغيت نخرج مع صحابي، خرج فيها كباقي الشباب كلشي كيقدر يخرج مع صحابه، الوالده ديالو راه عادي هذا ماشي مشكل. اذا به كيرن على الهاتف كيقول له بانك ولدك مقتول، ما ولدك راه مات، اجي تشوفي. اذا هنا الدري راه ماشي مات، راه مقتول، مادام الشرطه القضائيه سطت الوكيل العام للملك وداروا فيه التحقيق، هي قالت بان خرجوه، ما خرجوهمش، راه حالوه راه جنحوه وصيفطوه المحكمة ديال بن سليمان على هاد المعطيات، راه ماشي عطاهم صراحة، راه جنحوه. كيفاش جنحتو هاد الملف وكتقولوا في الخبرة بأنه واش كاين شي أوفر دوز ديال الشراب؟ واش عمركم شفتوا في الدنيا أوفر دوز بالشراب؟ هذا لا، دري مخنوق كما قالنا، درنا الخبرة عند الناس العلماء في هاد الخبرة، هاد الدري مقتول. واللي قتلو راه معروف، درجة أن اللي تقدموا راه عصابة إجرامية، راهما ثمانية الناس من بينهم مرأة، ديك المرأة كانت هي السبب في هذا الشيء، إذا مني تعاودت ثاني شكاية أخرى أش داروا؟ تابعوا في بن سليمان بالضرب والجرح، كيفاش ضربوا معاه وجرحوه؟ يعني أنهم قتلوه، كيفاش هذا التخربع؟ كي غديروا لهذا الشيء؟ انا مشيت محكمة ديال بن سليمان، درت طلب ديالي باش نتنصب كمطالبه بحق مدني التكليف، ولكن راه ما داكشي لا يكفي، لان درت شكايه للوكيل العام ديال القتل العمد مع تكوين عصابه اجراميه، لان هاد الناس راه ثمانية الناس اللي تحاموا على الدري، ولدرجه انه راه القتل ديال اللي شفتوا الصوره ديالو، انا استحييت نوري الصوره ديالو لان باين القتل، لان الدري وجهه زرق، لان مات في الخنق، هذا مات شي واحد اللي هذه تكوين عصابه اجراميه مع القتل. واخيرا اذا الام ديالو كيجي الحارس الليلي تيقول لها بان شفتهم، عطاها اشهاد بانهم كانوا هازينو من بلاصه الدو تيزجروا فيه حتى الغولف. إذا بلا التيشيرت ديالو حيديروا ليه، ما عندوش حذاء ديالو إلا سروال ديال الرياضة ديالو. إذا فين هما هاد الملابس؟ فين هو هاد الحذاء؟ فين هو هاد التشريح؟ فين هو هاد الشيء؟ حنا لا ما غنسكتوش هاد الحد، مادام درت شكاية للوكيل العام للملك راه تفعلات، غتمشي للفرقة الوطنية، لأن الفرقة الوطنية اللي عندها علمية وتقنية باش حنا اضطرينا في هاد الأمر غنديروا التشريح الجثة ونخرجوها ونجيبوا الوقائع. واللي أكدت لينا هاد القضية هي
واحد الشاهده اللي الزوجه ديال داك اللي كيبيع الشراب داك القراب، لانه هو اللي باع لهم الشراب شي قراب، يعني انني ماشي عنده حانوت ديال الشراب حيت زوج مناطق فيهم قرابه. هذاك القراب اللي مرته تخاصمت معاه وراه خرجت في فيديو اللي على الراي العام العالمي كيشوفها كتقول بان الزوج ديالها هو السبب اللي فقد باش قتل قتل امين. قالوا هاد السيده غتجي حتى هي غيستمعوا لها، هذاك الحارس غيجي غنسمعوا ليه، وحنا ما غنسكتوش حد قد حد. ونهار 14/9 غندي الشكايه ديال الوكيل العام الملك وغنوقف ذاك الملف فيه الضرب والجرح اللي في بنت سليمان. لهذا انا متاكده تنتعهد ونتعهد تنوفى، لانني هذا الملف ما غنهدش عليه حتى يجي القتله، حتى يتاكل كل واحد حقه ديالو، ما غنتناش عليه الى النهايه مهما كانت الظروف. لان ما يمكنش بلادنا يعود فيها هاد الاقتلالات بهاد الطرق وبهاد السهوله. اشنو هي الاسباب؟ كيفاش ما كتستروا؟ الاول جايه مستره، واش عباد الله كتقول لك الوفاة ديال السيد ودايره العلاقات الجنسيه والسكر وغدا الجنايات، واش فيها هاد الميثاس كتمشي للجنايات؟ عاد الجن حال مشات تما شي كاي اخرى فيها الضرب والجرح، ضربوا وجرحوا يعني قتلوه. اذا حنا راه ما غنسكتوش حتى النهايه، وراه كما قلنا راه حتى واحد ما فوق العداله، راه حتى واحد. حنا شعارنا دائما والله والوطن والملك.